السلام عليكم وصباح الخير. اليوم راح أسويكم فيديو مختلف وبإذن الله في فايدة للجميع. كثير من مرضانا أو عندنا مرضى في كل بيت يتعرض إلى أزمة قلبية، انسداد شرايين، نقص تروية، وهذا المرض يحتاج إلى قسطرة، والقسطرة أحيانا في مستشفى خاصة تكلف تكلفة مادية عالية، وفي كل الدول أحيانا $30,000 وزيادة، غير عاد في أي مستشفى ثاني، وفي الحكومة مو دائما تنجح، وأحيانا يقولوا لك إذا ما نفعت القسطرة راح نسوي لك تسليك. هذه الوصفة بإذن الله علاج نهائي لفتح الشرايين المغلقة، تسويها في البيت طبيعية 100%، ويعرفونها الأطباء ومستحيل ينكرها أي طبيب في الطب الحديث، ومعروفة جدا في الطب البديل بأنها تفتح الشرايين المغلقة، وأن بإذن الله من استمر عليها ما راح يحتاج لأي عملية قسطرة أو صماء، وراح بإذن الله يشيل أي دهون متعلقة بالشرايين، يفتح الشرايين بإذن الله. وحتى لما يجي الوقت العملية راح يقولون إن بإذن الله ما يحتاج للعملية، يحتاج الأسبرينة أو أي حاجة. اليوم الوصفة سهلة بإذن الله، عبارة عن زنجبيل. كل بونا عارفين من فوائد الزنجبيل إنه يشيل الكوليسترول، يشيل الدهون. زنجبيل واحدة زي هذه، وليمونة واحدة، واثنين فص ثوم، وغطى واحد من خل التفاح زي هذا، غطى خل التفاح تعبينه. تمسكين الزنجبيلة وتبشرينها في البشارة، تبشرين الزنجبيل وتحطينها بالخلاط، وتدقين الثوم بالهون وتحطينه أيضا بالخلاط، وتعصرين الليمونة. طبعا أنا مجهزتها قبل لأني أنا لأصور في نفس الوقت أشتغل. تعصرين الليمونة انا ما ابغى اطول عليكم في الفيديو وبختصر، وتحطين غطاء خل تفاح كذا، الخطوات بالتمام. طبعا انت راح تخلطينها في الخلاط، ممكن لو كنت خايفه انها ما تنطحن تزيدين شويه مويه، مع ان الزنجبيل كله مويه وراح يطحن، نحطها بالخلاط ونكمل الوصفه. تخلطينها بالخلاط، كذا طحنا الخليط زي ما انتم شايفين طحناه زين. بعدين تضيفين عليه كوب موية مغلي، كوب كبير يكون موية مغلي. طبعا انتم اغلوها على طول، الموية اغلوها على طول على عين البوتاجاز، لا تستعملون السخان لانه ما هو صحي، لازم تكون الموية مغلية وتكون حارة علشان ينقع، وتخلينها 10 دقائق. طبعا تحطونها في وعاء ما تخلونها بخلاط، وتخلونها 10 دقائق بالضبط، ثم تعطونها يشربها مريضكم. بإذن الله أي مريض عنده انسداد بالشرايين راح تفتح الشرايين المغلقة، وما راح يحتاج لأي قسطرة. أنا لأول مرة أقولكم شيروا هالفيديو علشان ممكن ما يكون عندكم المريض، بس في غيركم نفسهم ما يسوون العمليات ويستفيدون من هالوصفة. أتمنى تشيرون الفيديو، لأول مرة أقولكم شيروا الفيديو، وإن شاء الله الله يشفي مرضاكم وتستفيدون من هذه الوصفة. أي سؤال اكتبوه في الكومنتات، واللي ما هو فاهم طريقة لهجتي أيضا اكتب لي السؤال كتابي وأنا راح أجاوب لكم. أتمنى لكم الشفاء العاجل.